حديقة جريمة. أمس مات أسد آخر، قبلها مات أسد، وكانت هذه الحديقة مليئة بالحيوانات الحقيقة غير الأسود، كلها إما تعرضت للترحيل إلى مواقع نائية وماتت ومرضت، وكلها أيضا ومعظمها مات هنا. هذه جريمة كبيرة، يجب أن تجد الحساب المناسب. مستعدة تساعد، وقدمنا أوراق بتاعت منظمة دولية مختصة في الأسود والإمرجنسي ريسكيو بتاعهم، يعني رحبوا بالورق وهسي بس منتظرين الإجراءات بتاعت التصديق لهم إنه يقدروا يجوا. Thank you.